بكم مشاهدينا، إنها الساعة 60، برنامج إخباري خاص ومتنوع وبإيقاع سريع ومختلف جدا. نحلل الأحداث بأبعادها وبعمق، وبين العاجل والمهم نضع أمامكم الأهم والصورة الكاملة. البداية من العناوين. في بحر انتخابات العراق، خروش شيعية افترست بعضها، وحوت سني ولد، وأسماك تشرين نجت. الفتنة ضد القضاء في لبنان تنتهي بدماء، المتهمان بتفجيرها يواصلان الوعيد، والجيش يحذر الجميع. وفي ملفات الساعة 60، المهاجرون عبر ليبيا، تعذيب وخطف وإتجار بالبشر، ونهاية الرحلة إما اليابسة أو قاع البحر. بعد تسريب أسرار في شطائر ورسائل عبر أعلام سفارات، عميل FBI يوقع بجاسوسين نوويين. نعلن النتائج الأولية. قد آن للشعب أن يعيش بسلام. نحبونا ودقونا ودونا السجن وسجنونا. ينتخب العراقيون فيسمع صدى النتيجة من بغداد وحتى طهران. مفاجأة وصدمة وتشكيك بانتخابات تمت بمراقبة أممية وتحسبا. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا من له طعون في النتائج أن يقدمها ضمن السياقات القانونية المعتمدة وعدم الخروج عنها. فالانتخابات أجريت بأعلى درجات النزاهة، وعلى الكتل الفائزة بالعمل معا لتشكيل الحكومة المقبلة، هكذا يقول الكاظمي. لكن الخاسرون في الجبهة وثيقة الصلة بإيران ما زالوا يصبون غضبهم على الكاظمي وعلى الانتخابات برمتها، بدعوى أنها شهدت تزويرا واسعا وعبثا بأصوات الناخبين. الرافض الأول رئيس تحالف الفتح هادي العامري لا يقبل بما وصفه بالنتائج المفبركة مهما كان الثمن، وشدد على الدفاع عن أصوات المرشحين والناخبين. في الأثناء يستغل العائد بقوة للمشهد ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي، يستغل الارتباك للترويج لتحالف يضمه مع تحالف الفتح وكتل أخرى. أما صاحب الهيمنة على البرلمان القادم مقتدى الصدر، فترى صحيفة فاينانشال تايمز أن مهمته في الحكم لن تكون سهلة، خاصة وأنه يتظاهر بالشعبوية لكنه يسعى بنهم إلى السلطة. وربما لأجل هذا الرجل الذي يعرف كيف يحشد أنصاره جيداً حذر الجميع، خاصة من يلوحون بالقوة. مقتدى الصدر: آن للشعب أن يعيش بسلام، بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميليشيات تخطف وتروع وتنقص من هيبة الدولة. ليست المرة الأولى. في 2018 فاز الصدر بورقة تحالف سائرون أيضاً، وحصل على 54 مقعداً من أصل 329 ضعف حصة كتلته في انتخابات عام 2014. غير أن صاحب القاعدة الشعبية الموروثة الضخمة والمرشح المنقذ ملام. الصدريون لهم حصة كبيرة من مؤسسات الدولة والوزارات من بينها الداخلية، ولديهم حضور قوي في القطاعات والأعمال الخدمية، لكن الكثيرين نقموا عليهم بعد حريقي مستشفيي بغداد والناصرية. كما أن الصدر الأقرب إلى الشارع بمواقفه الرافضة لسطوة ونفوذ إيران والميليشيات مدان بانسحابه من دعم ثورة تشرين، ووصف المتظاهرين بمثيري الفتنة والمندسين، ومهاجمتهم من سرايا السلام التابعة له. على كل، نتائج الانتخابات تظهر رصيده الكبير بين أنصاره. فوزه دلالة على القدرة على الحشد، لكنه أيضا جاء على حساب مكون مهيمن على المعسكر الشيعي. الشخصيات التي تدور في الفلك الإيراني تراجعت. الفتح والحشد الشعبي الذي فقد الثقة حققا 16 مقعدا بعد أن كان الفتح ثاني أكبر كتلة برلمانية، تخيلوا مقعدين فقط في بغداد. نتيجة مثلت صدمة لقيادات الائتلاف، لكنها سحبت معها أيضا النصر بقيادة هادي العامري والحكمة التي يترأسها عمار الحكيم.
حركة حقوق التي يترأسها الميليشياوي في كتائب حزب الله حسين مؤنس خرجت خالية الوفاض تقريبا، مقعد يتيم. المعسكر السني صعد وحل ثانيا في البرلمان بحركة تقدم برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الذي اكتسب شعبية كبيرة بعد رفع أكوام خراب داعش في الأنبار وتحقيق خطة عمرانية كبيرة فيها. أما في كردستان العراق تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني، بينما شكل حراك الجيل الجديد الذي يمثل تطلعات الشباب النقطة الفارقة بحصوله على 9 مقاعد نيابية. إذن تحييد البنادق نسبياً خلق شيئاً من التوازن بعد أن اقتحمت ثورة تشرين المعادلة وبات لها تمثيل بحركة امتداد التي حصلت على 10 مقاعد. مفاجآت من العيار الثقيل وتوازنات جديدة سترغم كتلاً على التفاوض لعقد صفقات تحالفات. لا، هذا كان قبل الانتخابات الحالية وقانونها المحوري الذي يمنع انشقاق أي عضو وانضمامه إلى حزب أو تحالف آخر إلا بعد تشكيل الحكومة، قانون وضع لقطع الطريق على إيران بالتحديد. لكن عقدة النتائج تكمن في عدم وجود أغلبية لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة. بذلك الخيارات هي الضغط على الصدر للالتئام في البيت الشيعي بتدخل إيراني شديد مستبعد كونه يرفض التواصل مع نور المالكي الذي فاز بالكتلة الثالثة في البرلمان، أو أن ينضم الصدر إلى تحالفات شيعية أخرى كالفتح والنصر والحكمة. لكن لا يمكن تجاهل رسالة الصدر فور إعلان النتائج: انتصرنا على الميليشيات، غير أن ضغوط المرجعية قد تجعل هذا السيناريو وارداً. الخيار الأخير والأكثر ترجيحاً أن يتحالف الصدر مع كردستان العراق وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني المتفوق والذي أعلن تأييده الكامل للصدر، إلى جانب التحالف مع المعسكر السني وتحديداً الحلبوسي الذي كان وراء عدول الصدر عن قرار عدم ترشح كتلته للانتخابات في يوليو الماضي، أمام خيارات تدرك الميليشيات أنها أضعفت حظوظها، سارعت أغطيتها السياسية إلى رفض النتائج وحتى طلب إعادة الفرز اليدوي. تبقى الهوة هذه المرة أكبر من تلك التي كانت في 2018 حين كان الفارق مقعداً هنا أو هناك. هذا إذا لجأت الميليشيات إلى الإجراءات القانونية أصلاً وناورت بالقوانين وليس بالسلاح. معنا من بغداد الدكتور نديم الجابري السياسي العراقي، أهلا بك دكتور. إذن تقريبا تعد خسارة للفتح والمالكي صعد مجددا، هل هذه خسارة للمعسكر الموالي لإيران أم إعادة ترتيب أوراق أو تبادل أدوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا نظرنا بنظرة شمولية إلى نتائج الانتخابات من منظار التوازنات الدولية والإقليمية، لا تبين لدينا أن هنالك إزاحة صارت للخط اللي يميل إلى التحالف مع إيران. يعني تقريبا كل الخط اللي يميل إلى هذا التحالف أو إلى هذا المعسكر تراجع إلى حد كبير وربما أكثر من المتوقع. القصة ليست قصة تبادل أدوار، يعني إحنا ما يعني لا نستطيع أن نعول على أنماط التصويت لأنه عندنا شكوك الحقيقة حول نزاهة الانتخابات والطريقة اللي أجريت فيها. لذلك يعني لا نستطيع أن نعول أو نرسم مشهداً أو نضع توقعات في ضوء أنماط التصويت المشكوك فيها. يعني إحنا ما كنا نتمنى أن تجرى انتخابات بمثل هذه الأجواء. يعني الانتخابات كآلية وكفلسفة عادة توضع لتنظيم عملية التداول السلمي للسلطة لضمان الاستقرار والأمن، لكن لما تكون بهذه الطريقة راح تكون مدعاة للفتنة والاحتراب. ولذلك لاحظت ردود الأفعال الأولية على نتائج الانتخابات كانت فيها تلويح باستخدام القوة نعم، وتحشيد القطعات. نعم، هذا معناه أنه الانتخابات لم تقنع
الطبقة السياسية ولم تقنع الشارع العراقي في نفس الوقت. نعم، لكن النتائج يعني الآن ظهرت، النتائج الآن ظهرت، والتساؤل الآن حول خيارات الصدر، هل يذهب إلى تحالف مع الأكراد والسنة أم يذهب إلى تحالف مع المعسكر الشيعي؟ لا خلي على الأقل السيطرة عليها مسألة. تمام، دعيني أوضح مسألة دستورية. يعني إحنا صحيح القانون مجلس النواب اليوم ما يسمح بانتقال النواب إلى كتلة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة، لكن التفسير اللي أعطي للمادة الدستورية اللي فسرت الكتلة النيابية الأكبر في عام 2010 واللي تم بموجبها يعني إقامة انقلاب أبيض على قائمة الدكتور أياد علاوي، الآن ارتدت على من يعني رسم ذلك السيناريو. ولذلك الآن ممكن أن تفعل نفس الآلية اللي صارت في 2010 بالارتكاز على تفسير المحكمة الاتحادية. هسه البعض يقول لا يجوز بناء على قانون مجلس النواب. قانون مجلس النواب لا يعلو على النص الدستوري، والنص الدستوري بالتفسير، مو بالنص، بالتفسير اللي قدمته المحكمة الاتحادية قالت لا، الكتلة الأكبر هي الكتلة اللي تتشكل قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب. ولذلك خيارات التيار الصدري خيارات صعبة، لأنه هو بحاجة إلى تحالفات، وواقعا هو التيار الصدري ما عنده تاريخ مميز في عقد التحالفات، لكن منافسه اللي هو دولة القانون نعم وهو عنده تاريخ مميز بعقد التحالفات. نعم، والصدر يرفض التحالف مع المالكي. هو يعني ممكن أن يعني يتحالف مع غيره، لكن يعني سوف يواجه صعوبة في عقد التحالفات. يعني أعتقد جرت هي محاولة لعقد تحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل الانتخابات، وأعتقد ما نجحت. والآن أعتقد أيضا ما راح تنجح عقد التحالفات عند التيار الصدري. دولة القانون ده تعمل على تشكيل كتلة نيابية أكبر وتريد ترتكز على تفسير المحكمة الاتحادية وليس على قانون مجلس النواب، وكفته أرجح لأنه الدستور يعلو على القانون. وبدأوا الحقيقة يستقطبون مجموعة من الكتل والشخصيات، وربما أيضا راح تحدث فد مشكلة قانونية أو دستورية تتعلق بتفسير المحكمة الاتحادية. نعم. شكرا جزيلا لك. في العراق أشكرك مخيف. جزيلا الشكر، داهم لنا الوقت. شكرا لك الدكتور نديم الجابري السياسي العراقي. نعلن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب. قد آن للشعب أن يعيش بسلام بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميليشيات. طموح العراقيين نتمنى يتحقق، نتمنى كل شيء يتغير بعراقنا الحبيب. هذا وللشعب أن يحتفل بهذا النص بالكتلة الأكبر. وكأن تركيا لا تزاحم العراق في أرضه شمالا ولا في مياهه العابرة عبر أراضيها فقط، لكنها تزاحمه أيضا في انتصاراته الأمنية. رويترز نقلت عن مصادر إقليمية وعراقية أن المخابرات التركية لعبت دورا أساسيا في اعتقال سامي جاسم مسؤول داعش المالي. وبحسب الرواية فإن جاسم كان في شمال غرب سوريا واعتقل بمساعدة قوات سورية معارضة موالية لتركيا، حيث تم استدراجه عبر الحدود واعتقل في تركيا قبل أن يتم تسليمه إلى العراق عبر طائرة. ويعتقد أن سجينا من داعش قدم معلومات مهمة ساهمت في الإيقاع بجاسم، لكن يبدو أن الجانب العراقي يرفض تماما هذه الرواية، إذ أصر لواء يحيى زبيدي المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية أن العملية كانت جهدا عراقيا خالصا وانتهت بالصيد الثمين خلف القضبان العراقية. منتظر الرشيد. هنا في هذا المكان يقبع سامي جاسم العجوز الجبوري، نائب البغدادي ووزير مالية تنظيم داعش. لكن
كيف وأين تم اعتقاله؟ كان يتردد الجبوري في المنطقة الواقعة بين إدلب السورية والحدود التركية. استدرجه جهاز المخابرات العراقي إلى مكان خارج الأراضي السورية، ومن ثم تم اعتقاله ونقله إلى بغداد. صيد وصف بالثمين، كيف لا، وهو يعتبر العقل المدبر والمدير المالي لأكبر تنظيم خطير في العالم. شغل العجوز عدة مناصب مهمة في تنظيم داعش، منها نائب البغدادي، رئيس ديوان بيت المال في دولة البغدادي، عضو اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم، مقرب جدا من زعيم التنظيم الحالي عبد الله قرداش، المسؤول عما تعرف بالولايات البعيدة في التنظيم كولاية خراسان وسيناء ووسط وشمال إفريقيا. إذن سامي جاسم الجبوري ورقة سقطت، ليس الأول ولم يكن آخر المطلوبين من قادة داعش الذي يلقى القبض عليه أو يقتل، لكن الرجل كان وزير المال في التنظيم ويعتبر الشخصية الثانية بعد زعيمه إبراهيم عواد إبراهيم السامرائي، نعرفه بأبو بكر البغدادي. قتل في إدلب في 26 من أكتوبر 2019 وفي عملية تحسب انتصاراً في سجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 3 أعوام إلى الوراء. عبد الرحمن مصطفى القادولي أبو علي الأنباري أحد أهم نواب البغدادي قتل في غارة في سوريا. أيضاً في 2016 طه صبحي فلاحة أبو محمد العدناني لسان داعش المتحدث باسمه، هدد باحتلال باريس وغزو أمريكا، وورد اسمه في تحقيقات هجمات باريس وبروكسل الدامية كأحد المخططين. قتل في حلب طرخان باتريتش فيلي أبو عمر الشيشاني، سوريا تعرفه جيداً وتحديداً الرقة وحلب ودير الزور، نفذ فيها مجازر خلال سيطرته الواسعة. قتل أيضاً في 2016 في الموصل. سمير الخليفاوي حجي بكر أحد نواب البغدادي وحارس أراضي التنظيم، كانت مهمته الأساسية الحفاظ على مناطق نفوذ داعش وتثبيتها. قتل في سوريا بداية العام 2014. لنذهب إلى فرع العراق، جبار سلمان صالح علي العساوي أبو ياسر العساوي أبرز القادة الميدانيين، كان والي شمال بغداد ثم والي بغداد حين قتل بغارة للتحالف بداية العام جنوب كركوك. يتبقى لدينا زعيم التنظيم الحالي أمير محمد عبد الرحمن المولى أو عبد الله قرداش، يعرف أيضا باسم حجي عبد الله العفري، وهو تركمني عراقي. صمت مطبق يحيط به، لا يعرف مكانه ولم يظهر حتى اليوم. ليبيا محطة إجبارية للهجرة من أوروبا، وأغلب حملات الدهم تستهدف المهاجرين وليس المهربين. في الساعة بعد دقيقة. من جديد، في لبنان وصل حزب الله وحركة أمل إلى النقطة التي أراداها على ما يبدو بحسب كثير من اللبنانيين. أحداث دامية شهدتها بيروت أمس أشعل الحليفان شرارتها بالاحتجاج على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واليوم يؤكدان أنهما لن يتراجعا عن إسقاط من وصفاه برأس الفتنة في إشارة للقاضي البيطار، ويناشدان الرئيس عون لإخراج لبنان من هذا الأتون. هو رمي للكرة في ملعب الرئيس إذن، الذي سبق وأكد أن ما حدث في بيروت مؤلم وغير مقبول، وأن التحقيق في انفجار المرفأ أولوية. لكن هل ينتظر معسكر حزب الله وأمل أن يقدم الرئيس عون على شيء سبق وأكدت السلطة التنفيذية على أنه محسوم؟ نجيب نقاطي. العزل المحقق العدلي، هذا الأمر ليس بيد السياسيين. نحن اليوم احنا في عندنا موقف، القاضي المحقق العدلي يجب اولا ان يكون يحافظ على القوانين والدستور. فالبعض والكثيرين وانا منهم اقول ربما
في خلل دستوري، ولكن هذا القضاء بيقرره. هذه إذن إجابة ميقاتي حول مصير البطار، واضحة، وهو ما أكد عليه نادي القضاء الذي أيضا داعيا إلى الكف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة. لكن كثيرين لم يعد يعنيهم مصير البطار بقدر ما تعنيهم دلالات ما حدث أمس. هناك 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا، حالة بعضهم حرجة بحسب الصليب الأحمر. وهناك شبح الحرب الأهلية البغيضة الذي عاد ليطل على بيروت كما يقول رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وهناك أيضا تحذير من أن حزب الله يريد دفن قضية انفجار مرفأ بيروت، لكن الأخطر أنه بات يستسهل التلويح بالحرب الأهلية. وين صافي أنت؟ قليل عنك، خليك صفي جوا. يا مش التكسير، زلوا شيلوا سياراتكم. إذن حزب الله نفذ تهديده ووعده، دفع عنه بحسب لبنانيين اتهاما محتملا في انفجار مرفأ بيروت ليثبته بطريقة توائم ممارساته الفتنة التي حذر منها على حد تعبيره. أعاد العاصمة في لمحة إلى مشاهد الحرب الأهلية، دفع بأنصاره وأنصار حركة أمل إلى الاحتجاج في عين الرمانة، تحديدا في منطقة الطيونة، الخط الفاصل بين ما كان يعرف ببيروت الشرقية والغربية في حقبة الحرب، وفي منطقتي العدلية والشياح أيضا. وبدأت الاشتباكات المسلحة، إطلاق كثيف للنار في الشوارع وعلى الأحياء السكنية والمباني السكنية، والقناصة يعتلونها. ترسانة ما تصف نفسها بالمقاومة وجهت للداخل على السكان، أسلحة متوسطة، قذائف صاروخية ب7 أطلقت في الأحياء وعلى الأحياء. وكأن حزب الله يقول إن الحقيقة لن تظهر أبدا، ليس هنا بل في انفجار مرفأ بيروت. يريد وقف التحقيق المحلي وكف يد القاضي طارق البطار بعد معلومات تحدثت عن توصل البطار لإجابات، أو على الأقل الإمساك بأطراف الخيوط الصحيحة. من أدخل نترات الأمونيوم إلى لبنان في 2013؟ ومن كان يتحكم بالمستودع 9؟ أنباء تتحدث عن أن البطار يحمل أدلة كافية تقوده بنهاية المطاف لاتهام حزب الله، اتهامه بالمسؤولية. غير أن القضاء يبدو هذه المرة عصياً عن الخضوع، فأكثر من 200 ضحية، حصيلة ثقيلة لابد أن تغير الكثير في لبنان. محكمة التمييز المدنية رفضت دعوى لتنحية البطار، كانت مقدمة من وزيرين سابقين تابعين لحزب الله في الحكومة، علي حسن خليل وغازي زعيتر. البطار سيستأنف التحقيقات، وكان هذا هو القرار الذي احتج عليه أنصار حزب الله السلميون المسلحون. من أطلق النار أولاً؟ تبقى الإجابة قيد التحقيق، لكن الجاهزية العسكرية وصور الميليشيات المنتشرة تؤكد المحتجون لم يكونوا عزل. معنا من بيروت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أهلا بك دولة الرئيس. الكثيرون شبهوا ما حدث بالأمس ب7 أيار مصغر، هل كان كذلك؟ هل تسمعني دولة الرئيس؟ نعم، سنعود لضيفنا بعد قليل بمجرد إصلاح الخلل. والآن في سابقة هي الأولى من نوعها، دانت محكمة في نابولي الإيطالية قبطان سفينة تجارية بتهمة الإهمال والتخلي عن مهاجرين.
100 مهاجر أنقذهم القبطان في 2018 لكنه أعادهم إلى ليبيا، ميناء غير آمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي. حكم القضاء يلقي مزيداً من الضوء على ملف الهجرة غير الشرعية والمهاجرين الذين تؤكد تقارير أممية على أوضاعهم المأساوية في ليبيا. زاد المعاناة اعتقال سلطات طرابلس الآلاف على مدى أسبوعين واحتجازهم في مراكز اعتقال، والحملة أسفرت عن مقتل بعضهم. وفي كثير من الأحيان تتناقض روايات حراس ومسؤولين ليبيين عما يوفرونه للاجئين من غذاء ومأوى ورعاية صحية مع روايات المهاجرين، فعند سؤال من هجروا بلادهم وخاطروا بحياتهم عما يجدونه في مراكز الاحتجاز تكون الإجابة لا شيء. محمد مسعود. لا تزال ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤرق السلطات هنا في ليبيا وحتى خارج حدودها، فقد تجاوز عدد المهاجرين داخل الأراضي الليبية 598,000 مهاجر موزعين على 40 جنسية مختلفة، تأتي مصر والسودان وتشاد والنيجر ونيجيريا من أبرز هذه الجنسيات، فيما يبلغ عدد مراكز الاحتجاز على كامل الأراضي الليبية من 21 إلى 24 مركز احتجاز، وإغلاق البعض منها في غرب البلاد بسبب تجاوزات وصفت بالجسيمة في حق المهاجرين بحسب منظمات دولية، مع استمرار العمل في باقي المراكز. قضية الهجرة غير المشروعة وعمليات تهريب البشر تتم وفق آليات ومسارات جغرافية محددة ومعروفة لعصابات التهريب، فموقع ليبيا الجغرافي ووجودها على حدود 6 دول أكسبها قيمة استراتيجية وجعلها جزءاً من أنشط معابر التهريب في العالم. يبدأ طريق الهجرة بشكل أساسي من كل من السودان وتشاد النيجر ومالي نحو ليبيا، نقطة الانطلاق الأساسية نحو أوروبا عبر البحر المتوسط وخصوصاً باتجاه إيطاليا. لكن لنقترب أكثر من أنشط مسارات التهريب وهي خصوصاً تمر عبر السودان وتشاد، أهمها يبدأ من الحدود السودانية المصرية ومنها إلى ليبيا عبر جبل عبد المالك شرق البلاد، ثم إلى منطقة السرير وصولاً إلى أجدابيا والبريغا. المسار الآخر يبدأ أيضاً بالسودان، والوجهة النهائية في الساحل الليبي هي أجدابيا أو البريغا، مسار طويل تلفه مصاعب ومخاطر الصحراء وقساوة المناخ، لكن الوصول إلى الهدف الحلم أوروبا يستحق. مزيد من المسارات، أحدها ينطلق من دارفور المنطقة التي تلفها المشاكل منذ عقود، ومنها يعبرون ليبيا قرب منفذ السارة، مسار الرمال والرياح يحملهم إلى سبها لينتهي بهم الطريق في طرابلس المعتقل الكبير إن صحت التسمية. من تشاد الرحلة أقصر لكنها ليست أسهل بالضرورة، طريقان يحملان الحالمين، الأول بالقرب من منفذ سارة ومنه إلى منطقة ريبانة، والثاني من مدينة زلة ليجتاز 5 مناطق متوزعة داخل الخريطة الليبية الكبيرة وصولاً إلى طرابلس. تطال الاتهامات قبائل التبو بنقل المهاجرين عند دخولهم الأراضي الليبية مباشرة إلى مدينة الكفرة، وهناك تبدأ ما تسمى عملية البيع. فعملية نقل المهاجر تكلفه ما بين 2,000 و$5,000 فقط للوصول إلى شمال ليبيا، فقط لشمال ليبيا وليس إلى أوروبا. وصل المهاجرون إلى وجهتهم المبدئية شمال ليبيا، لكن رحلة معاناتهم لم تنتهي هنا، بل ربما بدأت. أين؟ في مراكز الاحتجاز. يتوزع المهاجرون غير الشرعيين على 34 مركز احتجاز في ليبيا، 3 منها على الأقل في غياهب الصحراء، تدير معظمها دائرة مكافحة الهجرة غير الشرعية، عدا عن الجماعات المسلحة التي تحتجز مهاجرين في مراكز مجهولة. لنتعرف على أهم مراكز احتجاز المهاجرين في العاصمة طرابلس التي لديها حصة الأسد من هذه المراكز سيئة الصيت دولياً.
مركز احتجازي عين زارة جنوب شرق طرابلس، ومركز احتجازي تاجوراء شرق طرابلس، ومركز احتجازي أبو سليم جنوب غرب طرابلس. وهناك المزيد من هذه المراكز أيضا في طرابلس: مركز طريق المطار شمال شرقي العاصمة، ومركز طريق السكة الواقع تقريبا في قلب العاصمة، ومركز مباني غرب طرابلس. هناك مراكز أخرى تتوزع في عموم البلاد، كمركز احتجازي زوارة غربا، ومركز احتجازي الكراريم قرب مصراتة، وأيضا مخيم المهاجرين في منطقة الزويتينة في بنغازي، ومراكز عدة في أجدابية. يبقى مركز العبور والمغادرة التابع لمفوضية اللاجئين في طرابلس الوحيد، الذي من شأنه ضمان بعض حرية التنقل لنحو 1000 طالب لجوء يعيشون داخله. تحوي هذه المراكز أو المعتقلات أكثر من 10,000 مهاجر يتعرضون خلالها لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي وأيضاً الجنسي. كل هذا يضاف إلى العديد من مآسي الهجرة غير الشرعية في ليبيا، آخرها سجل الأسبوع الماضي عندما اكتشفت جثث 17 مهاجراً على ساحل البلاد الغربي بعد غرق قاربهم. وفق المنظمة الدولية للهجرة غرق 1369 مهاجراً في المتوسط منذ بداية العام. بالمناسبة لم يكن هذا الرقم الأعلى للضحايا الذين ابتلعهم المتوسط، فقد سجل العام 2016 العدد الأكبر عند 5143 شخصاً. انتهت معاناة مراكز الاحتجاز الآن، لتبدأ الرحلة الأخطر عبر المتوسط باتجاه الضفة المقابلة، والتي غالباً ما تكون إيطاليا كمحطة مؤقتة. الهدف المنشود فرنسا، ألمانيا أو بريطانيا. تنطلق الرحلة من مراكز مختلفة، إما من العاصمة طرابلس أو من مدينة زوارة غربها باتجاه جزيرة سردينيا جنوب إيطاليا، في رحلة تستغرق من يوم إلى 4 أيام. المسار الآخر ينطلق من مدن وسط وشمال ليبيا مثل سرت، وفي الغالب يتجه المهاجرون عبره إلى جزيرتي صقلية ولمبيدوزا جنوب إيطاليا. من أقصى الشرق الليبي من بنغازي أو طبرق يتجه المهاجرون عبر المتوسط نحو جزيرة كريت اليونانية، وهي محطة مؤقتة أيضاً. في تفاصيل المشهد يكمن الرعب الحقيقي: القارب المطاطي يحمل أحلاماً، آلاماً ومشاريع ضحايا غالباً. قد يحالفهم الحظ ويصلون إلى الضفة الأخرى، هناك حيث يحلمون ببلاد يحصلون فيها على عمل وحياة كريمة. لكن المهاجرين المحشورين في القوارب المتهالكة قد تعترضهم دوريات خفر السواحل، سيكونون محظوظين إن كانت قوات بعثة صوفيا الأوروبية الخيار حينها الوصول إلى إيطاليا ولو وضعوا بمراكز احتجاز. لكن إن أدار الحظ ظهره سيعودون لمراكز الاحتجاز من حيث أتوا في ليبيا. قد لا تجري أيضاً السفن سفن المهاجرين كما يشتهون، قد يضيق بهم البحر على اتساعه، تنقلب بهم الراحلة وتذهب معها أحلامهم، ويبقى العالم يراقب ويعد الضحايا. رغم ذلك لسان حالهم يقول: لا بأس من المحاولة، حياتنا كالأموات لعلنا نعبر. نعود إلى بيروت، ومعنا من هناك الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة. دولة الرئيس، أهلا بك. إذا سألتك أن الكثيرون شبهوا ما حدث بالأمس بسبعة أيار مصغر، فهل كان كذلك؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. ما حصل البارحة أمر مؤلم ومدان،
وأنه يعيد إلى اللبنانيين كوابيس الحرب الأهلية وكوابيس 7 أيار في العام 2008، وهذا أمر مرفوض. وبالتالي ينبغي أن نفتش عن الحل الصحيح وليس التوهان في مطالب من هنا ومطالب من هناك. الحل الحقيقي هو في العودة إلى الدستور وإلى مبدأ فصل السلطات، مبدأ فصل السلطات ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبالتالي ينبغي أن يصار إلى التأكيد على استقلالية القضاء وعدم التدخل بشؤونه، ولكن بنفس المقدار ينبغي أيضا التأكيد على احترام الدستور. ليس من الممكن على الإطلاق أن يستمر البعض في اعتماد اجتهادات وتفسيرات لا معنى لها ولا تقف على ساق. وبالتالي الحل الحقيقي هو في العودة إلى الالتزام بأحكام الدستور نصا بدون أي اجتهادات كما يحاول البعض وكما يحاول بعض القضاة. الأمر الذي ينبغي أن يصار إلى اعتماده هو في التأكيد على استقلالية القضاء والتأكيد على احترام الدستور، وغير ذلك ستبقى الأمور معلقة. ومن هنا مطالبات ومن هنا أحلام البعض أو محاولات البعض من أجل اكتساب شرعية من هنا أو شعبية من هناك، وبالتالي من أجل التحضير للانتخابات العام 2022 النيابية وأيضا الرئاسية. وهذا ما يعقد الأمور في لبنان ويحمل اللبنانيين ما لا يستطيعون حمله. نعم، دولة الرئيس، يعني استقلالية القضاء. اليوم حزب الله وحركة أمل طالبت دعت يعني الرئيس عون بالتدخل، وهذا يعني بالتدخل خيار صعب للرئيس عون. هل يلجأ إليه ويخاطر بالاصطدام بالشارع ورد فعل الشارع؟ أنا أعتقد ليس من صلاحية الرئيس التدخل بالقضاء، والمشكلة أن الرئيس الحالي هو الذي حال دون أن يصار إلى إقرار التشكيلات القضائية، وهو الذي يحمي قضاة يستعملهم كمخلب من أجل الاقتصاص من الخصوم السياسيين. ولذلك فإن هذا الأمر يجب أن يكون واضحا، ويجب أن يكون أيضا واضحا بالنسبة للبنانيين ولسيما لعائلات وأهالي الضحايا الذين سقطوا في جريمة تفجير بيروت، تفجير مرفأ بيروت المريبة. لذلك هذه الأمور هي محاولات يائسة من قبل البعض من أجل أن يصار إلى زيادة شعبية حزب التيار الوطني الحر، حزب الرئيس عون، وأيضا من أجل أن يصار إلى تحسين صورته لدى المسيحيين. وبالتالي هذا الأمر يرفضه اللبنانيون، كما يرفضون العودة إلى الحرب الأهلية، لأنهم قاسوا الأمرين. وبالتالي لا يستطيع أحد أن يجبر اللبنانيين على العودة إلى التقاتل، وليس في ذلك مصلحة لأحد. نعم دولة الرئيس، لماذا يصر حزب الله وحركة أمل على تنحية البطار؟ هو لم يكمل تحقيقاته بعد. هلأ في الظاهر أن هناك اجتهادات من قبل القاضي بأنه يعتمد أسلوب ما يسمى القصد الاحتمالي، وهو أمر لا يشاركه الكثيرون من الذين يعني يفهمون الدستور. هذا شيء غير صحيح. ولكن الهم الذي يعني لدى حزب الله هو ما يمكن أن ينجلي عنه التحقيقات حول احتمال أن يكون حزب الله متورطا في عملية استجلاب تلك الكميات المتفجرة من الأمونيوم نايتريت، وبالتالي استعمال أجزاء منها على مدى السنوات الماضية، وبالتالي أنها صارت عرضة للتفجير، والتفجير بحد ذاته يثير الريبة من جهة،
ويثير الشكوك الكبيرة من جهة من أنه لا يمكن أن تفجر هذه الكميات بعملية تلحيم كما يقولون، لأنها تحتاج إلى صاعق أو تحتاج إلى حرارة تزيد عن 220 درجة مئوية. لذلك هذا هو خوف حزب الله، أن يكون التحقيق ينجلي عنه ما يسمى احتمال تورط حزب الله. فبالتالي حزب الله الآن يعتمد، وحركة أمل تعتمد، على الإخلال بأحكام الدستور الذي يرتكبه القاضي، ومن ثم يوجهون اللوم إليه في ذلك. لذلك أنا أقول أن هذا الأمر يعالج بشكل يجب أن يرضي الجميع، العودة إلى الدستور باحترام استقلالية القضاء وفصله عن السلطات التنفيذية والتشريعية، ومن جهة ثانية بالعودة إلى احترام الدستور نصا، أي أن هناك نص واضح من أن المسؤولين في الوزراء ولا رؤساء ولا غيره ينبغي أن يصار إلى إحالتهم إلى المحكمة الخاصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهي محكمة ينص عليها الدستور، وهي مؤلفة من 8 أعضاء هم قضاة أعلى القضاة في لبنان و7 نواب، أي أن الأكثرية هي للقضاة. وبالتالي هذا هو الأمر الذي لدينا الآن ما نستعين به. هذا علما أننا نحن كرؤساء حكومة سابقين قمنا في 5 من آب من عام 2020، أي في اليوم التالي على ذلك التفجير المريب، بأننا اقترحنا أن يصار إلى الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، وذلك يعني خوفا منا آنذاك من أن يصار إلى تسييس هذه العملية المريبة. وبالتالي أردنا أن يصار إلى وضع التحقيق بيد إما لجنة دولية أو عربية، وهذا فيه إنقاذ للبنان ودرء للفتنة الداخلية. شكرا جزيلا لك دولة الرئيس، كنت معنا من بيروت رئيس الوزراء اللبناني السابق الأسبق فؤاد السنيورة. شكرا لك. منظومة S-400 الأكثر فتكا في الصواريخ الروسية، وباتريوت الأمريكية الأكثر انتشارا في دول الناتو، وحوار عسكري سياسي ساحته تركيا في الساعة بعد دقيقة. سمعنا عن تهريب مخدرات في المعلبات، صناديق الفاكهة أو حفاضات الأطفال، لكن هل توقعتم تهريب أسرار نووية في شطيرة همبرجر أو علبة علكة؟ هذا ما فعله جوناثان وديانا. أسرار النووية بكم؟ $100,000 فقط. حالتهم المادية سيئة، أليس كذلك؟ الدليل أن الدولة ستدفع تكاليف محامي الدفاع. لكن لمن باع المعلومات؟ مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يحدد الدولة، قد تكون فرنسا ربما. لماذا فرنسا؟ وثائق المحكمة أشارت إلى ذلك، هي دولة حليفة، سكانها لا يتحدثون الإنجليزية، إضافة إلى أنها طرف يمكنه الاستفادة من هذه المعلومات ربما لإحداث طفرة في غواصاتها النووية. القصة أكبر من شطيرة على ما يبدو، ربما كانت مرتبطة بأزمة الغواصات الأخيرة التي أقصت فيها فيرجينيا الأمريكية باراكودا الفرنسية في صفقة مع أستراليا. يعزز الشكوك أن جوناثان توبي كان يعمل منذ 2012 في مجال تصميم مفاعلات للغواصات العاملة بالدفع النووي من فئة فيرجينيا. ركزوا معي، فيرجينيا أحدث جيل من الغواصات الهجومية في الأسطول الأمريكي وسبب الأزمة الشهيرة. خلال عام تقريباً ومنذ أبريل 2020 باع الزوجان معلومات مقيدة أي سرية تتعلق بتصميم الغواصة. أرسل توبي المعلومات مع رسالة قال فيها: أعتذر عن هذه الترجمة السيئة إلى لغتكم. في ديسمبر 2020 وصل طرد إلى ملحق الشرطة الفيدرالية الأمريكية في ذلك البلد وفقاً للشكوى التي لم تحدد كيفية حصول هذا الأمر. ومنذ اكتشاف الخيانة تعاونت الدولة الحليفة مع الجانب الأمريكي، ووصل الأمر إلى وضع علم على سفارتها في واشنطن اتفق عليه مع توبي من أجل كسب ثقته. بالفعل هذا ما حدث. توبي قال لزبونه المفترض أنه يأمل أن يلتقيه يوما ما في مقهى حول زجاجة نبيذ. لم يسعفه الوقت مع زوجته
FBI أصر على إلقاء القبض عليهما متلبسين، فجاءت عملية الشطيرة لتنتهي القصة أو ربما تبدأ، وفي جعبة المحكمة الكثير لتكشف. جوناثان وديانا لم يكونا فريدين في التاريخ، ولو أن طريقة تسليمهما للملفات النووية غريبة بعض الشيء. نبدأ سرد حكاياتنا من كلاوس فوكس، عالم ألماني شيوعي هاجر إلى بريطانيا عام 1933، أكمل تعليمه كفيزيائي ثم باشر أعمال تجسس في بريطانيا والولايات المتحدة في 1941. طبعاً تجسس لصالح الاتحاد السوفيتي وساهم في أن أصبح الاتحاد السوفيتي رسمياً ثاني دولة نووية عندما فجر قنبلة بلاتونيوم معروفة باسم RDS-1 عام 1949، واعتقل بعدما فكت CIA شفرات رسائله مع موسكو. هناك ما هو أكثر إثارة، عالم أمريكي يدعى ثيودور هول غذى طموحات موسكو النووية بتزويدها بمعلومات سرية عن هذه الصناعة. برر ثيودور تجسسه بأن حيازة الاتحاد السوفيتي أسلحة نووية ستحدث توازناً في القوة. ما يميز قصته هو إفلاته من العقاب. السلطات الأمريكية لم تستخدم أدلة إدانته في المحكمة حتى لا يثبت رسمياً أن لديها القدرة على فك شفرات الرسائل السوفيتية. مردخاي فعنونو ضابط بالجيش الإسرائيلي عمل في مفاعل ديمونة، ثم تدرب في منشأة مشون 2 المبنية تحت الأرض والمخصصة لإنتاج مواد البلاتونيوم والليثيوم التي تدخل في صناعة القنابل النووية. انخرط في الحركة المناهضة للحرب عام 1985، شعر أنه سيفقد عمله فرحل ومعه صور سرية عن النشاط الإسرائيلي، كشفها في 5 أكتوبر عام 1986. أحدث القصص هذا العام وعن طريق الخطأ، سرب جنود أمريكيون أسراراً كشفت مواقع القنابل الأمريكية في القواعد الموجودة في أوروبا. تمكن موقع بيلينكات الاستقصائي البريطاني من الوصول للمعلومات عن طريق بطاقات تعليمية خاصة بالجنود على التطبيقات الرقمية، أي من خلال السوشيال ميديا. حدد مواقع القنابل الأمريكية وحجم الترسانة العسكرية في هذه القواعد كاملة. أكثر من توتر وأقل من حرب، على حدود القطيعة ربما، علاقة واشنطن وأنقرة تدخل في فصول باردة وحارة ولا تقطع بحكم ما يجمعهما حلف الناتو. والأسابيع الماضية حملت الكثير من الإحباط للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة وأن بايدن لم يفسح المجال له للقائه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. السبب S-400 مجدداً، صفقة ثانية أعلنت عنها تركيا مع روسيا للحصول على المزيد من قطع المنظومة. من وجهة نظر أردوغان لا يمكن لأحد أن يتدخل في هذا الأمر، هذا ما قاله CBS الأمريكية. المقصود ليست أمريكا فقط، بل أيضا دول حلف الناتو التي عارضت من البداية الصفقة الأولى وحرمتها من صفقة مقاتلات F-35 في 2019. تركيا ردت في مايو 2020 بإعلان تصنيع مقاتلة محلية من الجيل الخامس. عادت أنقرة إلى واشنطن، قدمت طلباً لشراء المزيد من مقاتلات F-16.
حوار أردوغان وواشنطن سياسي بلغة عسكرية، فيه الربح والخسارة. ماذا ربح؟ هذه S-400 الروسية، فخر الصناعات الروسية، رادار يغطي دائرة قطرها 600 كيلومتر، وقدرة على رصد 300 هدف في آن واحد، وضرب 36 منها معا. 5 دقائق فقط للإعداد و10 ثوان للإطلاق، وقدرة على حمل 32 صاروخا. لكن ماذا خسر أردوغان؟ أو لنكن أكثر دقة، ما الذي يمكن أن يخسره؟ منظومة باتريوت الأمريكية، رادار يغطي دائرة قطرها 150 كيلومترا، وقدرة على رصد 125 هدفا في آن، واستهداف 9 منها معا. تحتاج الباتريوت إلى 25 دقيقة للإعداد، فيما تكون الصواريخ جاهزة للإطلاق خلال 15 ثانية، وقدرة على حمل 16 صاروخا. فارق واضح في المواصفات لصالح المنظومة الروسية، لكن هناك فارق أهم لصالح الباتريوت، وهو أنها المنظومة المستخدمة في أغلب دول الناتو. هنا تخسر تركيا عاملاً جوهرياً، الربط العسكري مع المعسكر الذي يفترض أنها تنتمي إليه. هل توقفت الخسارة؟ لا، هنا تظهر F-35 مقاتلة الجيل الخامس، رمز النقلة النوعية في المقاتلات الهجومية، سرعة تفوق الصوت وقدرات لا متناهية في التخفي والمناورة وجمع المعلومات والبقاء في بيئات جوية معادية. تمسك أردوغان بعناده، المقاتلة الأشرس في التاريخ طارت بالفعل، طارت بعيداً عن تركيا. في نهاية الساعة أبرز أحداث الساعة بصور من الآن وحتى الساعة المقبلة. أنا حنين الشولي وهذه الساعة 60.